قيامه وحيابه ونقف بهذا كيولق المه إلهنا سبحانه وتعالى قرآن في سائم بدن 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 بكس فيه وكغهد لي سدتك أوفي جنادان وما لنت أسيه وديار قروبه قرآن مركة الله سبحانه وتعالى سفين يا قيامه وحكس فيه وحكمله كانوا هي مالي وين سيدي دابا صفات عدة وحسفين شيء انت بدن كحرنت المير هذوك الى هذا وحشوا وحوين هاد قياسي كرتاها بالنسبة إليه وحوين انت ويقع نايتا إلكت وفوين هذوك الى هذا وحوين قيمة قارت سينس رب السماوات والأرض با وحوليه مال انت ومال وين وما لين صورة داي نصور إنه لين كوي فعقل جاي نكشر لين كأدق شدتي وحقنا داي دعسو سوقت بي له وحلي ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يعني كواس ملاين بي له إلي إن لصابحين أيه وما لين عظيم لصابحين أيه علماء وحي الأذان هل كان وقع القرآن كو أدي السيدي ألا يظن وحي الأذان مركا قيامة حتى حدانا يقين ملهي ساعب صالح نقف بربابلة تيسر هذا 50-50 ورمو قيامة دعا أيان حتى هين بينين وحلو بريرو أصاص الله ولذلك وإلهي سبحانه وتعالى ألا يظن ميان ملايين بل الكواس من لصابحين أيها اليوم من عظيم لصابحين أيها قرآن إلهي سبحانه وتعالى وقت الماء موكلة مال تاني مال علص نيطاي ونالش يقفك بنادم كاكو علص وكم كونن كو علص سوغي بإلهي قرآن وحكولي إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا فوق نبا إلى هيري وهي شعلي تندق دليسة هدون كان دق دق أي كوبا أي يدتك شعلي وحاني كتك أيام با إلى هيري يسهل مامسين يانان وعمل سميسانين يوما ثقيلا قد أشد وحاها با إلى هيري مال علص فحكى له قرآن كوكسي فيه مال تنين مال أدك طاي فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عصير على الكافرين غير يسير هذه الله أفوف بوم أما سلا كوية فذلك يومئذ يوم عصير بين أيدي مال تنين ومال أدك ربي سبحانه وتعالى مال تن مركب حكوش فين مال وين تاي وحكو سفين تي مال علص وحكو سفين تي مال أدك ومركة لي القرآن كو حكو تلمامي مال نحذينا دي نيتاي والدهشة ده نحذين تا يور ورك يور بهاد كبين آدم وحكو لعا عيدا أن وريري تشيرينين وريري دونت يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم رضوا با إلهي لي سبحانه وتعالى والرب جن كعب صدى إن زلزلة الساعة قلقلنك أما زلزالك صاعد شيء عظيم ويان با إلهي لي سبحانه وتعالى وشيء وين لبتنا إلهي وحكو صفين إياه سفقو تلمامي كرتا شيء كاني انت ومسكح ده بن ادم كوي يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت يوم ترونها وما انت اركي سان بي لهي لي وتذهل اي مشغول يسوه اما سي لا بيسوه كل مرضعة متكستو الناس نوشينيسا مرضعة ما هاتي يعني واحد هذا ان اريد الضمر كخو غاركا هدي تا ده مربوطة تا على الراعي معنى هدي وهويا حالا داسي كسو غنطاي
مثلا مرضع على العراق مركز تو ناس موجزه، لكن مركز يافقه هو هيسين نور جين هيسين مركز هاي مرضعه هاي بالله يلاه سادة رادي لا يقول سبحانه وتعالى ومال تي المه هذا ير ناس كافقه هو هيسين اي الا بيسو كي افقه هو هيسو يعني هو يدو وضدك بني ادم كوحون حريص بدن عند يوسين حريص بدن تينا وكمركا ايدي سدبه اي ناس كافقه هو هيسون إلى يوحولي تاس حتى وهل ما مساه يداس وتضع كل ذات حمل حملها متكستا وذات حملنا متكستا أور لنا أور كذا ويلي غيسا دهشدة يورور كي يلبت تاغن ووضلي غيا وهي علوش كسيدين وحكى له إلى هي كسفي وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وحضر كيس دتك او سخرانسن قف سخرانسن وقف واخ كلا غراني وقف وريري وقف حتى الصعد كديل ديلين يانوس صعد كو صح وهاي ارى نيس ثاني وحو اركيني قياس تو دمي كلونتي الى و خول اي دتك او سخرانسن باد اركيسا وما هم بسكارى با الى هي لي دول وحبين ماها روح لعبي لو ما سخرانسن قيامها حوغيسه هي نبتيسا وحي كان سنة سادتكو إلا يقول نقمان سيديكي وحبي ولكن عذاب الله شديد بإلهي إلهي سبحانه وتعالى عذابك سوى شديد ما لم تطن سادتكو كان يوحكير يا إلهي وحكوت المام سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون يقول النبي قال لا حد لي كدبنا من ورائه عيد كستو خطاب وقلنا عين ولا تحسبن الله الله ملايين غافلا مدموجا عما يعمل الظالمون ولد الظالمين تيدوني دجوك توحنا السمين يعني وحلقي يا بين دت في سويديا دت كان الله ينيا عرورتا دمرتا مساكين تنقريها لدمينيا ومضاها لبابينيا وارسلام نمدي وردينتي وحماية إلهي وحولي وحاس ونمو وانا أبتايا يا أم لين إن دقوا با إلهي لي إنه إلهي غافل كي يوحكا يا مولي يا محاجرة إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار إلهي أرنكو هذا وحو الدب وغندي لي مال إن له أيتاج ميان با إلهي لي مال إن له أيتاج ميان هو الحاليين مهطعين كودك دقية وما شاء الله غيرني كودك دقية مقنعي رؤوسهم مدح كرو تاقية با إلهي سبحانه وتعالى لا يرتد إليهم طرفهم أرقودك ما صانعوا إيش بنق ما تلاحظه إيش مركز بنق سيسارك أقو صانعوا إلهي وحلي ما لنتا إيش إنت إتاقنتو أيان إنه بنقنك أورني وافدتهم هواء ماشي عقل وكتشرينا ومرن طيبا إلى هيله سبحانه وتعالى يقول فكرية وعقل كتشر ما لن تاسمها إلى هيله سبحانه وتعالى ربي مركب حلي الظالم كوحصمين هم لينين إلى هينا وأركين وحان دب قل لك إبا إلى هيله ما لنك خطر بضن وحان عركتان ودن ما لن قدب بضن وآني إشهد اللي بقصن دونين وأوامرت الله سياء الدقدق الدوراني حق اللغة يارو والغن تاين تيتاقان حق أونا يوسي السعودان ما لنتا سانتي بقول لك يبيو لي وانا عقلي كتشرين أيها الأحبة وله ما لنتا وحقوت المامية في الددين يلي بتيدو إنا يتاحي ودناها وحلو يغانا إنو هلك كتشرو وحلا يغانا بن آدم كماركو نحو إنو ونه قريرة أما بود بودو انتي هراء بلسك ونه وقال لأرأي إلهي وحلي وأنذرهم دتك وحدو قدك تا يوم الآزفة تيل ويدو قدك با إلهي لي ما لنت اللو قريب كا إنه قيامة وحينو هيسانا محي ما الآن يوين وقف وحيو نرشن وكنو لي بمودي أين دارتي سادة رادن بوحكا لمشكور كويي إلهي وحلي إلتك ودك نبي محمد عليه الصلاة والسلام لكن محل وقدك إياه يوم الآزفة ما لتندو تندو وقدك با إلهي إليه إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين
وقت قلبيه بقى الى هيري اي هل كان عنايهم قريه اما حنجرضا اي قلبي وجوه ودني هل كان لقوغا نقولك تيسو هل كان بيكب حدون تابا الى هيري سبحانه وتعالى ولما كاظمين كاظم يقول حويان هذا عرض وحوى لما مركا كاسم بحوايانات حرلته سبرار كي يغربت كي يوحن بيا الغش ومركا افك الله حلال الى كاظمة وافحلي وحرد ما كسب حمايان الهي وحكوت الماما يا قولادة تن هذا يور يوح كسب حيانا مجران والساكتين لا يتكلمون وانه نساسو قرير يا بي الهي لي يحلقوا كالنقاطية هذا اللي يعود يوح بطخونا وكسب حيانا مجران ما انت اوقدك بي الهي لي سبحانه وتعالى آياتك لي الهي وحكوت الماما يخافون يوما تتقلب فيه الابصار كوي وراك سنة اي له عبادي سنة مكي لغا ورمي وحي تعب سنة يان باي لهي لي مالين قلب يدا اي قدومان وان له قدومان باي تعب سنة يان آية القرآن بين أخي دون نوايا القرآن كينا لما يرين با إلهي وحو آيات كالكولي قلوب يومئذ واجفة صارها خاشعة مالين تتنقل بيان وواجفة تور ورسة ودقران شيء حصل لون كم مريين ويان بي لهلي إن له دون إدو ليسي من رب المام يا سبحانه وتعالى وحوف لأن ما لنت الشدد إلهي وحو ما لنت نصفين يا إلي نود يرقرون وعبصرنا شدد ما لنت تعالى هو مجرمين تاكا كالي يددك دنبقى قالي عرور تيري لي أن دنبقى قالينا حشرقا ما لنت أتمادا ماذا هو عدان دون بي لهي لهي سبحانه وتعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا لكن نصور نقوم بإلى هيلي فكيف تتقون إن كفرتم يوما هذاك قالوا دان مال يجعل الولدان شيبا مال كي يلي دونا عرور تيرير رفولك اللي دونا هذي عرور تيرير دم بقيسان مفتا إيار قق حماشي يالا مضحو عدانا يا عفران نقونا يان كوي سودن بابي أما مجرمين تاها أما الذي دي حال كود محون قرية السماء منفطر به كان وعده مفعول ومرصد حاضر رب سبحانه وتعالى ما لنتا سيصور لي روغت السيوه وحاو تلمامي وحا أدونك إنت إنو تشوغنو حجيدي نغد حيون دمي ما لنتا إنو قوي دورو ويحضون بحجر كاسي أقص قناد فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون بيلهي هدي بونك الله أفوفه صورك جيسك هدي الله أفوفه فلا أنصاب بينهم بيلهي نصب يا بترسين يا وحس كل عدادك مجران يقول كما أنت الله لنتو يطلع إذا بحضه iyo dadka qoomiyadka iyo nationalism waxan bini'aadamku maanta xidhiidha uu halkan ku leeyahay halkaa waxba kama jiraan bay ilaahay yidhi waxaa kaaga sii darana waxaa la yidhi walaa yatasaa'aluun waxba isma weydiinaya halkan ugu yaraan waa bal iska warramayo si xaalkiinu yahay nin walba tiisu mashquul ku yahay marka wax la isweydiinaya ma jirta ba ilaahay ilaahay subxaana watacaala ayaad kale si مشكلة دوينة يا دكتي اللي نوغو تلمامو أي إلهي وحي نوغو تلمام يا أنصاب تاسر با إسكداي هو يكون دوا إنا كالفوق طوطا فإذا جاءت الصاخة حضيت ما دبا إلهي لتير لغاها تريسي صاخة دواقة إلا دا حوقة إمركا دباد وحمق الويدو فإذا جاءت الصاخة حضيت لغاها تريسي تمادو إلهي ما لتاو حكو سفينيين ويهي محي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وما لنا يكعر ريان فراق وفرشة ولبوحا انت بدل واستعمال بين هذا لحق عبسي قالي يمرك أتك أرديش فرنا ذا تهيوات سلاد يالو قبرني وما لنا يكفر دونان بيل هاي لقفك وكعر ريدونه كي ولالكي أها iyo hooyadii iyo aabihii iyo tii uu qabay iyo caruurtiisii
qof waliba intii ugu dhoweyd wuu ka carari doonaabaa ilaahay leeyahay. Maanta waxaa laga yaabaa inaad intan u dhimato, ama waxsiintooda, ama wax ka celintooda, ama kan inaad intan taada u bixisaaba suurtagal dunida markaad joogto. Laakiin halka kan marka la gaadho, cidna cid ma eegayso, cidina cid kale kama fakerayso. Sawgeed baa aayad kale ilaahay le wuxuu leeyahay, yaa ayuha nnaasu ittaquu rabbakum waxshaw yowman laa yajzi waalidun can waladih wala mawluudun huwa jaazin can waalidihi shay'a ina wacd allahi xaq. Wardadow baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala, rabbigii inta cabsada oo waxshaw ka baqa maalin laa yajzi waalidun waalidaanu gudi doonin can waladih, mid wax dhalay kuu dhalay waxba aanu ka gudi doonin. Walaa mawluudun huwa jaazin can waalidih, kii la dhalayna kii dhalaysnaanu waxba ka gudi doonin, waxba siin doonin, waxba xidhiir ka dhaxayn doonin. Ina wacd allahi xaq baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala. War hooy ilaahay yaboohiisu iyo warka uu idiin sheegaya war waa dhan baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala. Wattaquu cabsada yowma laa tajzi nafsun can nafsin shay'a, maalinta aan nafina naf waxu taraynin. Walaa yasalu xamiimun camiima, camiimku waxay yidhaahdaan waa mid kastoo isjeceshiin aabaha iyo hooyadaaba iyo dhalina. Waxaa jira saaxiibba iska jecelba kuwa walaala ahaayeen, laakiin ilaahay wuxuu leeyahay maalintaasi laa yasalu xamiimun xamiima, midna miduu jeceliya ma weydiiyo ma eego. Marka laa tajzi nafsun can nafsin, nafina naf waxuma tarto shay-an waxba kama gudayso. Walaa yuqbalu minha shafaaca, ergana lagama aqbalo. Dada odhan lahayd cid bay ii ergeynaysaa, ergadaana lama aqbalayo. Walaa yukhadu minha cadlu, furashana ma jirto, waxaad isku furato kalena ma jirto. Walahum yunsaruun, loomana hiilinaya baa ilaahay leeyahay subxaana watacaala. Ayuhalaxiba, waxaa ilaahay sheegaya oo dhami subxaana wa tacaala waa in sawir laynaga siiyo maalinta tani say u eg tahay. Waxaa ka mid a sawirada ilaahay ka bixiya maalintaas. Adduunka maanta aynu isku dilayna ama boobayna ama dhacayna ama dhammaantii haddaad haysato oo aad isidhaahdo isku furaynaan laga aqbalaynin. Walow anna likulli nafsin dalamat maa fi lardi laftadat bih, hadday usugnaan lahayd baa ilaahay leeyahay naf kasta oo dhulmi samaysay dhulka waxa yaallo dhan haddii isaga la siin lahaa oo siidhaahdo isku furo, yacni waxba kama socdeen. Bale ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala, waladiina lam yastajiibuu lah low anna lahu maa fi lardi jamiican wa mitlahu macah, wa ilaahay aan ajiibin haddii ay dhulka muggiyay lahaan lahaayeen iyo wa mitlahu macahu, isaga in leegoo kale dhulka loogu dari lahaa. Laftadaw bihi baa ilahay yidhi, qiimo waxaasi uma sameeyeen maalintaa unan isfurtaa buu tijaabin lahaa. Ulaa'ika lahum suu lxisaab baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala. Kuwa kani waxay leeyihiin xisaabtii u xumayd baa rabbi tilmaamaya subxaana wa tacaala. Ina aladiina kafaruu wamaatuu wahum kufaar falan yuqbala min axadihim milu lardi dahaba, markii hore dhulka muggi ama dhulka labalaabkii baa la yidhi, iminka wixii ugu qaalisanaay aynu dhulka ku haysanaa la tilmaamay. Hadday dhulka muggiyo dahab haysan lahaayeen baa la yidhi, dhulkaan dhagaxba ooli lahayn waxa yaallaaba uu dahab yahay. Waxaa la tilmaamay walow iftadaa bihi ulaa'ika lahum cadaabun aliimun wama lahum min naasiriin, lagamana aqbalayo hadduu isku furto dhulka muggiyo dahaba uu haystay, kuwaasina cadaab kulul bay leeyihin baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala. Xadiidka Bukhaarina isagoo aayaddan la tilmaamayo waa ka nebigu leh calayhi salaatu wasalaam, gaalkaa la keenaa maalinta qiyaame, markaasaa waxaa la yidhaahdaa ara'ayta low kaana laka milu lardi dahaba akunta taftadi bih, waryaa bal waran baa la yidhaahdaa dhulka muggiyo dahaba haddaad haysan lahayd maanta ma isku furan lahayd baa la weydiiyaa buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam. Markaasuu wuxuu yidhaha fayaquulu nacam, buu nebigu yidhi, wuxuu yidhahda haa waa isku furan lahaa. Waxaa loogu jawaabaa qad sa'altuka maa huwa aysaru min dalik baa ilahay yidhi, dhulka muggiyo dahaba ka fudud baa ku weydiiyey baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala. Oo lagu yidhi samee,
تاسنا واد يلي ويدي مركا واجه النبى قال إلهي سبحانه وتعالى وحينات المامي وراك إن بادن نصوص لمدة يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. مجرم وحش إعلان لها با إلهي لي عذاب كمال تايم اسكغفرته هو قالي يا صاحبتي هوانتي وقبي يا ولالكي يا وفصيلته التي تؤويه عشيرتي سي وحكني عن شرتي سو هين شرتي يا ومن في الارض جميعا يا دات كوردن هدي لاسكودرو ثم ينجيه وفرشدا سي دبيتنا اي بدبادي سو كلا انها الله ذهب الى ايدي فقال من عيسو فضب كشنادا ان تلمامنا وحيها maalintan hashi dabadnaatee hadda waqtigu koobnaan lahaa maana kalaabay lahaan lahay. Ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala maalinta sidan u shidada badan leh waa maalin dheer weliba. Taarju lmalaa'ikatu waruux ilayhi fi yowmin kaana miqdaaruhu 50,000 sana. Waa maalin 100,000 oo sannadood abaa la yidhi. Janni iyo naar maynan tegin. ومالت قيامة هي ليس حسابي تريد واحد شوك تاوا كنت سنة لحدا سنة تضوات سنة وكل بدا وولي بعد حق اللميتان كإن بدنا وين قام يدوه لكن الهي وحي لي ما انت وحنو شدي كرتو ما لين يرو انت وقت لك على تورد رد بتنددك ويا عيماها وكنت نكون او سنة دود بلتاقنانيا ولذلك بقى علماء دو الى دامك حباشا لغا صبحو intaas oo sannadood ba la taagnaanaya kadib baa nabiga xawdkiisa la keenaya calayhi salaatu wasalaam nabiga kacbay ummadiisa wixii raacayna waa kacbaya kadib baa haddana intaasoo muddo la taagnaanaya kadib ayaa shafaacadii la weydiisanaya liwaa alxamdiga markaasuu nabigu qaadaya calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu dadka u shafeecaya marka ambiyada kale oo dhami diido shafeecadu waa maxay meeshan mar waraan ka dhaqaaqnahana la xisaabo weeyaan markaasa haddana kitaabkii xisaabtu bilaabmaya xisaabtaasoo waqti dheer iyana qaadanaysa mufasiriinta ama muxadisiintuna ay tilmaamaan meelo kala dambaysa inay leedahay mar carde ay tahay mar niqaash ay tahay mar qiraa'a ay tahay ood kitaabkaaga akhrayso walidaalik bay sheegaan xisaabtu mawaaqif kala gedisan inay tahay mar miisaan ay leedahay intuba bay leeyihin waa mowqif ka gedisan mowqifka ka kale mawaaqiftaasoo dhan baa la maraya markaasa haddana dulmadii la tegaya jahanama oo munaafiqiintu meeshay ku hadhaysay kadibbaa haddana siraadkii la maraya kadibba maalinta haddii la xisaabiyo waa maalin aad u dheer. Nusuusta kusoo aroortay qur-aan iyo xadiidna aad bay u tiro badan yahay. Ilaahay markaa wuxuu leeyay war maalintani waa adagtay, waa culustay, waa weyn tahay, waa cabsi badan tahay. Intaa waxaa idin dheer baa ilaahay leeyay waa maalin dheer, waa maalin konta kun oo sannadooda. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ما إله إليه يقو حيوك يا وحفك ويفوق يسليا أنا قو سوحي ما أمو قطابا إله إليه إني داود هاي مخالتان إنا نيما لنفوق هاي أي أنا أمو قطابا رب إليه سبحانه وتعالى مالتان نبتال يلديران تال مالتان دادك السؤال لو يديتي أكتي ما دين كورما waxay ku sheegayaan inay tahay yowman aw bacdu yowm marna waxay odhan doonaanba waa saacatun min nahaar wayowma yaxshuruhum kaan lam yalbathuu ila saacatan min nahaar baa ilaahay yihi subxaana watacaala maalinta lasoo xashriyo wa ay moodayaan adduunkii inaanay joogin hal saac mooyaane wax kalaba cimrigan maanta kula dheere hadhowaa toobad keenaydaahay inuu saacad kaala yaraan doono marka loo eego maalintan aad joogtaan kaanahum yowma yarawnaha lam yalbathuu ila cashiyatan aw duxaaha markay maalinta arkaan baa ilaahay leeyay waxaad moodaa inaanay cashiya qoor dalin dambe aman yaroo barqa awn inay joogeen meesha naxnu aclamu bima yaquuluun baa ilaahay yihi annaga og waxay ku hadli doonaan
إذ يقول أمثالهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. هذا ورم ما أردن دونور ملا مالين بيحي حين دوني دي تشوغني هل مالين أو ملا وين. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة. إلهي يحلو حدثك وشيكتها مرك قيامه قعه معه المجرمين تدنبي لياش أي كل عرانيا ما لبثوا غير الساعة. أدونك الجبي جيب الساعة وحان هين ما ننشوغن. إذا أدونك ما أنت ضدك وستد وردي كل معان وقت قال أنت وقبضا لا تكون بحين يسو آخر مرك الله تقول إلهي وحلي ولي بالله مرة يعني وحب ساعة حيث يقسم بالله المجرمون ما لبثوا غير الساعة. آيات فلا إلهي وحقوت المامة يا سؤاش إن تتكلم ويدين دونه كم لبثتم في الأرض عدد السنين تركي إمس السنادود باتشوكتين بل ويدي وفرس سؤاش وإمس السنادود جوابته سوا محي قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم إمس السنة تشوكتال ويدين دونا مكاسا وحلو جوابي ما لنا ما مالين بركيت سنادية وحيا دسكيدا جوابته معها وأما مالين أما مالين بركيت فاسأل العادين إلهي بامركا وحليا قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. حقيقة وحاينا يا ريت وحيا ميسة جوكتين مركا الله يقول نرشن دمبي عم قيامها النقطة عم آخرة انت إذا كسي دمبيسها النقطتين إن لبثتم إلا قليلا بالي وحيا ريير ما جوكتين هذا دول وفهم يتهم رب الله سبحانه وتعالى خصوصا قرآن كا نايم آخرين وحي شيء جيسا ما لنتن سيدي وعلوستاي سيدي وينتهي نبتة شرطة قرآن آن اتربضا بانا إلهي كقور رمي سبحانه وتعالى عندما ما لنتم بلو غير يا قيبته وظهره يا إلهي ينو صفين يا يدوني دي نكون مشغول لي بل سيدي اللو قلي دونه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إلهي وهد المام ينين ألو وينين وينين تحق أولها ملكنا دركتين نقعن تعلين كتشره مهلة قيامة إرحنا إلا ضوضو بدونه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب وما لم لا إلهي لأنه سمد أضو بدونه سدى وراق وحقوق ريين كطي سجل للكتب أي على المكتوب وراق ده وراقي واجه هر لقر تشري تهرج وحير بهير توح لقر أي ده بتنا لدودو بتشري ما خلا ضريو سيدا وراق ده الله دودو بقى كلا وح لقر لا ضريو أي أنا نقول كنا دودو بدون نبا إلى هيلة سبحانه وتعالى أيها الأحبة أنت نقول كي يعركي وح بلا دودو بقى أي رب وردنا أنا الملك أين ملوك الأرض أنا ما طبق قرأه ولدي وحشيغن سيمية با إلهي لي دي الدنيا دي مركي شوكتين بغرطو يدي شيغن سي حال كينو حقو شيرا با رب تلمام يا سبحانه وتعالى أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون رواية قالوا حديث كاكم إذا با تلمامس أيها الأحبة صور قص سئن أون رادو مسكح دينا ويا شو مالن تاني مكة بلاب ما سوى حد عيبا إلهي تلمامي فسرين تبدوح إليه ومركة تريد أن لقب قبيني سرين تبدوح دوح إليه ما يوى مالن تقياما لفتي سيلس حسابي أيا كانت ما نفخة الأولى بسوى نفخة ثانية إلهي حلي فإذا نفخة في الصور نفخة واحدة هدي عروقة أما بونكة أما صوركة أما قيسكة وحالة أفوفة يوم هدي الله أفوفة ما لقى أفوف كلية مرقرة ومرقرة دوني دو قفلنا مرقة إلهي وكلهي وحملت الأرض والجبال ونلقى يبوراب الله حنبار لقاضه فدكتا دكة واحدة مرقرة لبضليه لبابئيه فيومئذ وقعت الواقعة ما لم تصح حنا عيستين عيسي بين هيلي ولا إذا دكت الأرض دكا دكا يوم ترجف الأرض والجبال وما لم بين هيلي
dhulku uu gilgilmi doono. Inagu maanta meel yar marka dhul gariir ka dhaco sida u ekaada, dhulgariirada dunida hadda ka dhaca seconds buu socdaa, 20 second, 30 second, 50 second, seconds baa la xisaabiya. Seconds-kaasa dunidu meesha uu ka dhacay oo dhamme dhulka la simantaa burburtaa. Kasaa la yidhaaho war meeshaasu war meesha maxaa markaad meel tilmaamayso ilay baabad ma dhul gariir baa ka dhacay baa tiraahdo. Ilaahay wuxuu tilmaamayaa maalinta tan dhulku gebigiisiba inuu gariiri doono. Maaha meel yar dhul gariir ka dhici maayo. Idaa zulzilat ilardu zilzaalaha tarjufu lard baa la yidhi. Dhulka dhammaantiibaa gilgilinaya. Iyo waljibaal buuraha waaweyn aad arkaysaan. Wa kaanat aljibaalu kathiiban mahiila. Buurahaasi waxay noqon doonaabaa ilaahay leeyahay kathiib. Kathiibka waxaa la yidhahdaa ciidan saxaaro oo kale maaragtay markay tuulato. Weliba mahiilka waxaa la yidhahdaa bay yidhahdaan ciiddu markay saa u tuulantahay haddaad hoosta in yar ka qaado ku qorato inta dambe way soo shubabtaa. Buurtii dhammayd ciid shubmaysay noqotaabaa ilaahay leeyahay subxaana watacaala. Buurtaa dhagaxii weyne adagaad maanta aragta inta la budliyo oo ay habaas iyo buur iyo siiga noqoto ay noqonaysaa wax shubmaya. Bale ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku tilmaamaya watakunu ljibaalu kalceh. Buurta hadda waa midaba badantay laakiin marka la budliyo kalcihini bay noqonaysaa. Cihnigu waa suufka marka la midabeeyo. Suufku waa dhogorta naadhiga marka la garaacee la samaynayo dabeetana kalariska la mariyo sidaasoo kale noqonaysaa. watakunu ljibaalu kalcihni lmanfuush. ilaahay wuxuu kaloo ku sifaynayaa in uun inaynu wax garan karno maalinta shidadeeda. waida ljibaalu suyirat. buuraha marka la socodsiiye bay idhaahyeen. wasuyirat ljibaalu fakaanat saraaba. buuraha la socodsiin doona markaasay noqonayaan dhalanteed ama dhaan dabagaale. waxaan dhalaalayo aan jirin ayay soo baxaysaa bay ilaahay leyd. waxaa kaloo ilaahay ku tilmaamay waida ljibaalu nusifat. buuraha marka la haadiyo. shaygu markuu haadiyo waa markuu duulo. soomaalidu marka wax tunto masaf baa lagu haadiyaa dabeetana wixii baal iyo xashishaba haado oo duula. ilaahay wuxuu leeyahy waida ljibaalu nusifat. marka buuraha la haadiyo wayowma nusayiru ljibaala watara larda baariza. nusuustaas oo dhan in badan oo qur-aanka ka mid ah ilaahay wuxuu ku tilmaamaya buuraha sida loo gelayo. yasaluunaka can iljibaal faqul yansifuha rabbii nasfa fayadaruha qaacan safsafa laa taraa fiiha ciwajan walaa amta. buurahay ku weydiinayaan baa ilaahay yidhi waxaad tidhaahdaa rabbi baa budlinaya oo haadinaya dabeetana waxaa laga tegayaa iyadoo qaacan ah meel siman ah meel bannaan ah oo safsafan amlas ah aan waxba dusha ka saarnayn. laa taraa fiiha ciwajan walaa amta dhulkaa ku arki kari maysid baa la yidhi meel ciwajo hoosaysa walaa amtan iyo meel buura oo faraysa tuulla male godna male waa la simay. buuraha ilaahay wuxuu ku sifaynaya watara aljibaala iyagoo maraya halkay daruurtu mari jirtay waa la budlin baa la yidhi dabeetana waa la haadin dabeetana halka daruurtu marto oo kale ayay maraysaa baa qur-aanku tilmaamaya. badahan waaweynee culus ayaa rabbi ka waramay subxaana watacaala badahaasi waida albixaaru fujirat baa ilaahay yidhi badda marka la burqiyo amase la qarxiyo. culamadii hore mufasiriintii hore waxay odhan jireen qarxiskani waxa weeyaan waa laysu wada furayaa biyaha macaan iyo biyaha dhanaan iyo wixii bad xijaab u dhexeeyo dhan baa baaba-aya dabeetana hal bad oo qudhay noqonaya. waida albixaaru sujirat baa aayad kale layidhi marka la huriyo. mucaasiriinta raggayna waxay leeyihiin tafjiirkan iyo tasjiirkan arma isku mid ba yihiinoo deemika waxaynu naqaanaa atam la qarxiyo dabeetana dab noqda badda biyaheeda la qarxinaya dab noqonaya atamiskeeda baa la qarxinaya hydrogenkeeda iyo oxygen waa oo dab noqonaya. ala kulli xaal ilaahay wuxuu tilmaamayaa badda tani inay holac isu bedeli doonto inta la isku faruuro inay holac noqon doonto baa rabbi tilmaamaya subxaana watacaala. ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa cirkan aynu aragno quruxda badan ee dhisan ee maanta la daraaseeya kala qayb qaybsan ee qaybba meel lagu og yahay
inuu noqon doono yowma tamuuru samaau mawra, maalinta uu dhulku isrogrogo. Mawrku waxay yidhahdaan waa sida mawraan ilbaxa badda, mawjaad ka baddu markay isrogayaan oo kale. Cirku maalintu sidaa isu rogrogo baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala. Ida samaa unfatarat ama ida samaa unshaqat, markaa dhulka cirka la dildilaaciyo oo cirkii awal waxa wada socda u ekaa uu noqdo wax dildilaacay oo la jeexjeexa baa rabbi leeyahay. Wanshaqat samaau fahiya yowmaidin waahiya, cirka waa la dildilaacinaya, way dildilaacaysaa maalintaasina waa mid daciifa baa layidho, jilicsan ayay noqonaysaa baa ilaahay leeyahay. Faida nshaqat samaau fakanat wardatan kadihaan, cirka maalintaas marka la dildilaaciyo sida flowerkan wardiga la yidhahda casaanko kalu yeelanaya, ama sida dihaanka subagoo kalu wax shubmo kala noqonaya, ama midabada subagu yeesho kalu yeelanaya, idan waxaa la tilmaamayaa cirku ishaysadkiisuna inuu baaba'ayo, dildilaacyo inuu yeelanayo, midabba inuu yeelanayo, midabada inay kuwa casi ka mid yihiin sida dabka oo kale kuwa u eeg inay ku jiri doonaan. Qur-aanku waxaa inkaasoo tiro badan buu tilmaamaya. Waxaa ilaahay tilmaamayaa xidigaha iyo cadceedda iyo kawaakibta iyo waxaan saa ku taqaanin oo dhammi inay isbedeli doonaan. Ida shamsi kuwirat, cadceedda marka la duubo baa la yidhi saliyan. Takwiirka marada iyo wixii jilicsan baa la sameeyaa. Takwiirku waa markaad madax oo kale oqaamada ku duubatid. Ilaahay wuxuu tilmaamayaa awooddiisa cadceedda dhan, hadday hadda jurmi adag tahay ama waxan tahay, hadhow wax sidii marada gebigeedaba la duuduubo inay noqon doonto. Culamada badhna waxay yidhaahdaan waxa la duubaya waa ifkeediiyo wixeedii oo dhan baa lasoo duubay, imanka ifkeedu wuu baahaa oo dunida o dhan bay ifisaa. Hadhowna waa lasoo duubaya ayaa waxay noqonaysaa, maxay waxaan ifaynin ayay soo baxaysaa. Waxaa la tilmaamaya faidaa bariqa albasar, ishu inay walacwalcalayn doono, inay hilaaci doonto indhaha bini aadam, yaani inaad wareeri doonto waxba aanad arki doonin. Wakhasafa alqamar, dayaxuna uu madoobaan doono. Waida alkawaakib intatharat waida annujuumu inkadarat, marka xidigaha lasoo daadiya baa ilaahay leeyahay. Kawaakibta markay soo daadato ama se xidiguhu nujuumtu inkadarat soo daadato ama inkidaarku min alkudra inuu ka yimaayo calow noqoto, midabkeedii isbedelo oo ay midabo kale yeelato baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala. Waxaasoo dhan alla wuxuu ku tilmaamayaa kownkan aynu hadda aragno ee jurmigiisu inala xoogan yahay bini aadamkan tamarta yar le ka kaalay, kownkan aynu aragno ee cir leh, ee dhul leh, ee buura leh, ee xidiga leh, wax walba in la bedeli doono, wuxoo dhami inay dumi doonaan baa rabbi tilmaamaya subxaana wa tacaala. Maalintaasi waa maalin mawaaqifta aakhira marka ay adag tahay. Gaalada warkooda ilaahay wuxuu leeyahay yowma yakhrujuuna min alajdaati siraacan, waa maalinta ay xabaasha kasoo bixi doonaan, walxaal ayay kuwa degdegaya, kaannahum ilaa nusubin yuufiduun, kaannahum waxaad moodaa ilaa nusubin sanamadoodii loo taagay, yuufiduuna wadaadadu waxay yidhaahdaan inay usii shagax shagax leeyihin. Alwafda waxaa la yidhaahdaa kanaanada, bahashan lagu rito leebabka iyo gamunada iyo waxaan baansada waxaan bahalka ka dhaca jucbadan yaree lagu rido ayaa la yidhaahdaa. Marka ninka ugaadhsada ahi markuu ugaan ugaadhsado ee bahashu ugu dhacdo tan midhuu ka saaray, markuu ordayo way shagax 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 bay odhanaysaa bahashi. Waxaa laleeyahay nimankani se adduunka markay joogaan ay ugaadhdooda ama waxaa qabsadaan ay faraxsan yihiin say ugu ordi jireen, maalinta tan xabaasha intay kasoo baxaan bahalka looga yeedhay u shagax shagaxlayn doonaan oo miyay faraxsan yihiin? Maya. Khaashicatan absaaruhum baa ilaahay yidhi, iyagoo indhahooda ay dullaysan yihiin oo tarhaquhum dhilla, dullinimo ay dabooshay dhammaantood. Dalika alyowmu aladii kaanuu yuucaduun, maalinta tani waa maalinta iyaga loo yaboohay baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala. Maalinta waxaa ilaahay kaloo ku tilmaamaya fatawalla canhum yowma yadcu daaci ilaa shayin nukur, maalinta ka dhawaaqa ugu dhawaaqi doono shay adag oo nukura, walxaal ay yihiin khushacan absaaruhum,
له ذو قوة خشوع صن، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. الله شيك صوفا في دونا يقو أدمو ده فرنفر أما أيح لفيدي أيح سود دقي سيدي يوكل له فيدي أي صبح دونا ما إله إلي. والحاليين مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. يقو ما شاء الله غيري ودق دقية وقال ده كل واقي سبا إله إلي ومالنا دك ومالنا دك يقول قال كنت المامي سبحانه وتعالى إن حباش أنت يريد كتشيرين دوب تمني دونا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. سو كما قال الله أفوفه حباش اللي قصوا الدريري حقا الله غير ودك دقان قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا بيده ورهو قيقوا قالي يا نجاك صو صاري ميش أنو تشيف نبي هذا حتى وحال إلى هذا عذاب القبر هدو كتشري انت حباش ويلفظ ضاقة بلا يدا تاغن مركو أركو تنمي اللي هردي بو الصفية ولو حباش وحتى كتشري بين هذا عذاب القبر وكتشري مرك الله نسبيه وحمان تتاغن وحي له هذا هل كيانو هردني يا نجا كياني بو تلمامي إلهي وحلي فإذا جاءت الطامة الكبرى هذا اعتماده وماذا وحل لها مصيبة دي ويني مصيبة دي وحي هورا دبوشة وحي هورا كوي اللو سيسة فإذا جاءت الطامة الكبرى با إلهي لي وماذا وين بلا يد وين مكا اعتماد ربي تلمامي أيها الأحبة قرآن كسفين أيها آخر السيدة وإكتهي وقرآن آد أتربطا وقرآن تلمام إياه نفت بن آدم كينا يرققح كسو قمطي إذا القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالبيضين هل كان بود بود دونا كو كاظم وآمصر إلي نقن دونا هو الظالمين تانا متسكي وقلو يعدو الشفاعة قادو الشفاعة دي سلا أقبالي اسنو وحما ترنصدو اتكلو وحتر تانا مجرتو تلاهي وحينوت الماما يوم تبدل الأرض غير الأرض لولكم ولا بدل دونا سيستم كانوا هدى يولون ولا بدل دونا سموين كانوا ولا بدل دونا بدل كما انت يقل لتكسيابك وكل لك ينيا بس قابل اسميت كودي وحنا يهين بلا بدل ايا وحبوا صورتا قلت وبرزوا لله الواحد القهار تذكرنا وحي وصوبا بحدونا الله سبحانه وتعالى كليدا وقصبة وترى المجرمين وحضار كدون تا يومئذ ما لنتا يغو مقرنين في الأصفاد يغو لغو تحي أما سي لغو حديدي أركهو دي أما سلسلة دا يغو لغو تحي وأما إساقال إسكو تحيا قاميه سلسلة نصوص كالت الماميسة قاميه سلسلة لغنتي سعليز إساقا سلسلة دكو تحميسة أما إنتي سكونا عوان نمبا لا يسوق تحيا أهل الزينه يقولون كاسو نمبا لا يسوق تحيا أهل خبرين نمبا لا يسوق قوح قوح با الله تحي دونا سرابيلهم من قطيران ومسانتو دو أما مرضى يحدينيه قطيران دامر بك سميسة طيبا ليلي قطيران تا اللغة العربية الأصلية وحي إلى هذا وإذا دود سماليد وحيكو شيك شيرين جيت كان ليلة هذا نبتين تا نبتين تا سماليد جيت أنت سوق هذا بيك كريم شرت مثلا كريم وو مدوب هذا تبي تنقل ومركو عدو بابا الله مريا مركا عنا دي يدير كي يوحي بو الله صفقيا وشي مركا نفك عدو با أجرب كالنغضة عنا دي كنا عدو هي اللي قم مرين شري مركا وحو عانك كوي هاي جيت كني وانو مدوية مركو كرسمو فول حمية هاي مركا الله مريانا وحو نبو الله صفقيا ملا مدوغا إيه كل قاسم بيدي سماردو كان لا ميقال لما ريانا ما لاوكو ما قعدارينا إدام روبحي يعني وطرين قوة كا إلهي وحولي مرضي حلينينا واتاكل كبالله فوقي صحف وقطران كا مفسرين تبنان قطران كا وحيكو فسران نحاس حاس اللالالي أيا مروة وتغشى وجوههم النار وشيدو دانا النار با دوشي ماشي وفي عنا دي نار دوشي انتا كالنا ميبت بادي ويا ربي سبحانه وتعالى وحو قرآن كا كتل ماما يا مرتا أي
عذاب قاسي، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ربي قلت وابو رهدك وعذاب نولان كريميس سلو قيد با الهي وحلي مركز طو دير كود وبسلا دبا دير عصبان وصارا فلوضان نيرفاها كورا ما هدا واحد لو شيء بن ادم كان ماشي وجود درين بدن يوادير كان سري نيرفاها وجود بدن الشركي سنا حق سري جوغا واي وحوي وراضاكي وماشي للربي ان الى ليان شركي انتي سكره وادي لو طافتا دي لو حنوجي ادي وحون كاس او غادان سي ادو في جناتو اذا نيرفاها وجود ترى بدن لو وحو كجيره حق سري قف كما هو مثلا قف كغبته هدو عباد ايو سو عباد يلا كانوا waxaa la yidhaahdaa dabkiisu waa feerska waa fudud yahay waayo nervihii baa weli noolo waa kan cabaadaya laakiin hadduu xoogu gubto ma cabaado marka waxay dhahaan kan dhaawiciisu waa khatar hadduu aamuso uu staylin waayo waxaa la yidhahdaa dhaawiciisu waa khatar ilaahi subxaana wa tacaala meelaha kale dareenku ku badan yahay waxaa ka mid a bay yidhahdaan caloosha iyo intan sinus iyo intan gudu hadday dilaacaan iyagana nerva ku jira bay yidhahdana way adagtay xagga sare laakiin xuug baa saaran oo meelba meesha guda kasii xigtay ka adag tahay gacanta waxaad kaga gubata afkaad ku tuurta aaaaa intaasoo dhan maa caloosha way haynaysaa laakiin hadduu nabar kugu yaallo waad cabaadaysaa walidaalik kulamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan gayraha bay leedhi markastoo diirku baldaba si ay cadaabka u dhadhamiyaan mid cusub baa loo saaraa liyaduuqu lcadaab fi suurati muxamedna maxaa la yidhi waqaaca amcaahum waa xiidmaha iyo calooshana waa loo googooyaa biyaha kulul markay cabaan se usii cadaabmaan aduu rabbigii ku abuuray hadduu ku cadaabo noolaan maysid meesha ilaahay wuxuu ku tilmaamaya laa yamuutu fiiha walaa yaxya. Ilaahay wuxuu inoo sheegayaa maalinta qiyaamuhu inay tahay maalin murugo. Waandirhum yowma alxasra baa ilaahay maalinta murugada uga dig إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ما لنت سوى ما لن أذك وما لن مروكو ما لن نحذن بضن ما لن كو إلهي كفقادي أي قوستان ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمين بينه يبلس المجرمون ما قيام دعو ذنبي لا يشوى قوستان بين هيري سبحانه وتعالى وحط قياس بن ادم تمني يسوي نغضه يدعوك الى السماء يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض وإلهي رسول كيس عاسين ee gaalooba waxay maalintaa tamaniyaan hallayaa dhulka nala sima bay yidhaahdaa low kunt turaab yaa iga dhiga ciid yaa iga dhiga yaquulu lkaafiru yaa laytani kuntu turaaba umniyadaadu hadday noqoto ciid wixii ugu weynaa yaad yeediday latay hadday ama geeri noqoto iminka geeri baynu ka cararaa hadhowna maalik baa la weydiin doonaa liyaqdi rabbuka calayn rabbi noo weydiinu na dile un geeridaa noqon doonta wax la tamaniyo ciiddaa noqon doonta wax la tamaniyo ayuha alaxiba qur-aanku intuu janno iyo naar iyo xashri iyo qiyaame iyo dhicitaanka intuu ka waramay wax kale uu ka waramay way yarihii towxiidka mooyaane waxaasoo war ah oo bejka qur-aanka soo rogtaba ku saabsiisan weliba labadan jis ee dadku inta badan ay akhriyaan aad mooda inaan wax kalaba ku qoray tisacme iyo tabaari waxa ilaahay intaasoo dhan ina xasuusinayaa laynooga digaya waxa weeyaan war khatar baa idinku horeysaa lalay meesha idinku horeysaa waa khatar saacada yarna waa haysataa maa layidhi cumrigu wax yar oo kooban waana tegaysaan oo la hubaa inay tag ka tegaysaana waa la hubaa saacadaha yar u diyaar garooba baa ilaahay leeyi rabbigiin baa la kulmaysaane kuwii wanaagga shaqaystay baaban warwarku ku yaray ambiyadii baa allahuma sallim sallim taagan nafsii nafsii taagan ambiya cid ka sokaysa maxaad u malay
haddaad markaa adigu halkan jooga nebina ahayn xagtaana joogin, aad 1900 inaad adigu iska badbaadiso aan balaaya kula kulmaynin, maqruur baa tahay markaa, kafkadsoon baa tahay. Waxaan ku koobayaa warkayga, ilaahay digniintu ina siiyey wax ka mid un baan idin sheegay. Waxaan yare bini aadamka uu soo saarayba waqtaad u haysaa, weliba waxaad u haysaa idinku, dee 9,000 inaad sanadkii bixisaan, 8 saacadood ama 10 saacadoodna wax akhrida ama meesha joogtid, cimrigaaga qayb ka minaad ku bixisid, waxaasoo dhan baad u haysaa. Ma inaad ilaahay barataa baad waqti u weyday markaa, ama waxay adigu dantu ugu jirtay aad akhira ku badbaadi lahayd inaad garan weydaa, waa dhib. Waxaan leeyahay meeshaasi waa mahlakeen, ama ka diyaar garooba ama iska daaya, labada mid uu yeelo. Sallallahu ala nabiyina Muxammad.